Joe Biden will be the next جو بايدن president هو of الرئيس the United القادم States. للولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك أدنى شك في ذلك. إلى الآن نحن نرى الرئيس مثل الطفل يحبو الآن، وعندما تحدث أنه يستطيع أن، وقالت له أيضا كانت خائفة منه المربية. هذه الدار ربما جو بايدن سيتولى أيضا هذه المرحلة القادمة كرئيس الولايات المتحدة، وبالتأكيد هناك صفر من الأدلة عن وجود أي اختراقات أو أشياء عادية شابتها الانتخابات الأمريكية. ولكن ترامب المهزوم، ربما من جاء إلى القوة كان صغيرا، هو شخص ليس لديه على أي شيء، ولكن لديه أيضا هذه التنبؤات.